طبعا في اختيار موضوع لوحه الفاير الارم كنترول بانل. معظم الناس يا شباب في الفلل بتحط لوحه الفاير الارم كنترول بانل، بتحطها في المدخل، انت وداخل كده في المدخل تلاقي على اليمين لوحه بتاعه الفاير الارم كنترول بانل. في ناس بيبقى في غرفه كامله بيحط فيها انظمه في المشاريع الكبيره بيبقى في غرف كامله بحط فيها لوحه الفاير الارم، ممكن احط فيها كمان باقي انظمه اللو كرنت في المشاريع الكبيره. تمام، في ناس بتحط الفاير الارم كنترول بانل، شفت حد كده في البيت يحطها تحت السلم. تمام، فانت المفروض في المشاريع الكبيره بنحط الفاير الارم كنترول بانل في غرفه مستقله، وفي ناس بتفضل ان هي تحطها في غرفه مين؟ تحطها في غرفه الامن لو المكان بتاعك كبير فيه وغرفه الامن، ويفضل ان هو حتى لو ما فيش غرفه امن تحطها في مكان واضح للناس، عشان هي اكتر مكان هيبدا لو حصل فيه حريق ولا بتاع ده بيبدا الناس تروح له عشان تشوف تتاكد ان الحساسات شغاله واللوب نفسها شغاله، واعمل عليها تيست تمام من خلال اللوحه. فلازم تبقى اللوحه محطوطه يا اما في غرفه خاصه بيها مع غرف اللو كرنت تمام، او محطوطه في اول المدخل، او محطوطه في مكان واضح للناس. طبعا بعمل انترفيس بين نظام انذار الحريق ونظام اطفاء الحريق. تمام، ده لما بيكون المشروع كبير وبستخدم انظمه اطفاء مركزيه في المكان، يا اما بستخدم الاطفاء بالميه طبعا، او بستخدم الاطفاء بالاف ام 200 او بطفي بالسي او 2. طبعا مش السي او 2، يعني انا بطفي بالاف ام 200 او بالووتر، معظم الشغل سي او 2 ما احنا ما بنستخدموش كتير يعني، دي قصه يعرفها طبعا بتوع اطفاء الحريق المواد اللي هم بيستخدموها. بس اللي انا شفته معظم الشغل يا اما ان انا بطفي بالووتر او بطفي بالبودره اللي هي اف ام 200 او بطفي بالسي او 2. طبعا بعد كده بتكلم على الكابلات والمواسير، لازم يبقى فيه تمديدات للكابلات بتاعتي، بحط مواسير. المواسير دي بتبقى مواسير غالبا بي في سي اللي هي بولي فينايل كلورايد، وبيبقى ليها قطر معين 20 مللي القطر بتاعها. تمام، بحيث اقدر امرر في الماسوره دي السلك بتاعي. طبعا السلك بيبقى 1.5، 2 في 1.5 السلك بتاع الفاير. تمام، او في ناس بتستخدم سلك 1 مللي، فانا بيقول لي والله عاده السلك بيبقى 2 في 1.5 داخل ماسوره 20 مللي القطر بتاعها. ده بخصوص الكابلات والمواسير المستخدمه في نظام الانذار الخاص بالحريق. بيقول لي طبعا الكابلات بتبقى بعض الاوقات بتبقى كابلات ظاهره. تمام، لو الكابل ده ظاهر يفضل ان هو يبقى كابلات مسلحه، الكلام ده مش مهم بالنسبه لي انا دلوقتي، المهم ان يبقى في مواسير. في ناس بتعمل الفاير الارم يا شباب بتعمله من خلال مواسير اكسبوز، بيسموها اي ام تي اللي هي المواسير المعدن دي، عامله زي مواسير الميه كده. الناس اللي اشتغلت مشاريع تمام عارفه المواسير الاي ام تي اللي هي المعدن، بيمرر فيها الكابلات بتاعته. ده لما ما بيبقاش في عندك دروب سيلينج، يعني انت لو رحت مثلا في الحرم في اماكن لسه بتتعمل وما فيش اصلا سقف معلق موجود، او لسه بتشوف في البيت عندك او في فيلا او في الشغل عندك لو انت مقاول، هتلاقيهم بيمددوا الكابلات بتاعه انذار الحريق في مواسير اللي هي المعدنيه دي. تمام، اللي هي الميتال اللي هي بيسموها الاي ام تي، الاي ام تي عفوا اي ام تي بايب. تمام، وبتبقى المواسير دي غالبا بيبقى الاسلاك المستخدمه جواها يا اما 2 في 1.5 او 2 في 2.5 ماكسيمم. في ناس ساعات بتستخدم 4 مللي، وفي ناس بتستخدم 8 من 10 مللي، بس اللي هو شغال معظم الشغل بتاعنا يا اما 2 في 1.5 يا اما 2 تمام في 2.5، والاكثر كمان 2 في 1.5 هو ده المستخدم.